السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. هذا العود ما شاء الله تبارك الله مسقع، هذا للمداخل للبيوت، شيء فاخر 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 من الآخر. خذ واحدة. ما اكتفينا في ميسم الورد الطائفي بتخمير العود المسقع، العود المروكي الطبيعي مع ادهان العود الفاخرة. لو تخبرون قبل اشهر سقيناها ادهان عود فاخرة مع مستخلص بثلاثة الورد الطائفي والزعفران الطبيعي والعنبر. قبل البيع ايضا، قبل التوزيع والبيع، لازم ان يسقى مرة اخرى. التسقية الاخيرة اسمها تسقية الختام. تسقية الختام تعالوا شوفوها. عشرين ملي من العنبر الفاخر، عنبر ابو شاهين. طبعا هذا العنبر لو تحطه على الجمر يعطيك رائحه عنبر، ما يعطيك رائحه احتراق ابدا. ليش؟ لان السبب لانه فاخر جدا جدا وقديم، قديم مره، فذلك يعطيك رائحه العنبر. هذه التسقيه الاخيره. اول شيء نسقي الاناء اللي بنحط فيه، بنفرد فيه المسقى. المسقى هذا كله اصلا مخمر، كله مشبع، مشبع بدهان العود ومشبع بالزعفران والورد الطائفي المستخلص بثلاثة الورد. هذا المسقع نبدأ نصبه هنا الآن فوق الفرش حق اللي سويناه، ولو بكامل نص بس. حطينا نص الكمية زي ما تشوفون، نرجع نسقي مرة ثانية. 20 سنتي. هذه 20 سنتي آخر. يصب على المسقى. نعطيها 20 سنتي أخيرة. الآن نرجع نصب باقي الكمية. الآن المسقى ما هو مسقى وبس، مشبع، مشبع بكل زين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحين نقلبه تقليب أخير، نوزعه في العلب ويبدأ البيع. نوصلكم منتج مشبع ما هو مسبق. أوريكم أداء كسرة دحين وأحط لكم عدد الوقت. لازم يصير كلها لون يلمع.
خلاص صار المسقى جاهز. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو أوريكم الآنية اللي كان فيها وقت التخمير وقت التسقية الأشهر هذه الماضية، شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مليانة يعني شبعان. لكن المرحلة هذه لازم يحتاج فيها التسقية بالعنبر زي ما وريتكم. الآن جاهز، نسأل الله البركة لنا ولكم الجميع المسلمين. يا أخوان المنتج هذا وإن كان اسمه مسقى يوحي للبعض أنه منتج رخيص ومنتج يعني يبيعونه دائما فاخرة، مع مستخلص بتلات الورد مع العنبر النادر شي بيصير نور على نور. نسأل الله أن ينور إياكم قلوبنا يا رب بأسعار رمزية، إلا أن هذا المنتج اللي قدامكم تشوفونه هذا الأعواد كلها طبيعية شايفينها، والتسقية ما شاء الله تبارك الله أدهان ميسم الورد الطائفة. بلاش مبالغة، أصغر كسرة من العود المسقى هذا اللي قدامكم خاص ميسم الورد الطائفي يشيل الدنيا وما فيها، يبحربه في حدائق شوية شم أدهان عود حقيقي يعطيك رايحة دهن العود، يعطيك روائح عطرية جميلة، زعفران، العنبر، المستخلص بتلات الورد الطائفي ما شاء الله قوة إلا بالله مع أول نفحة للكسرة حتى قرابة نهايتها، نهايتها طبعا تعطيك رايحة العود الطبيعي اللي هو المروكي، حقيقي منتج فاخر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله البركة لنا ولكم ولجميع المسلمين. أفلح من ذكر الله وصلى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك لنا ولهم فيما رزقتنا. الحقيقة أن زوارنا ما شاء الله قوة إلا بالله دائما يسألون وش نوع العود هذا اللي تبخرون فيه في المداخل هذا هو، ولكن يعني مسقى بأدهان فاخرة جدا جدا جدا، لذلك هو يعطيك روائح غريبة، يعطيك رايحة دهن عود، تستغرب تقول كيف رايحة دهن العود فواحة في هذا المكان كامل مسقى. يعطيك رايحة الزعفران شوي بعد دهن العود، يعطيك رايحة الورد الطائفي، فأنت تستغرب ويستغرب غيرك، ولذلك الناس تسأل وش هو هذا، وش نوع البخور اللي تبخرون فيه؟ هذا هو المسقى، عود طبيعي ومسقى بأدهان فاخرة جدا جدا جدا. بإمكانكم طلب هذا المنتج، السنابل الجاية بنحط لكم صورة المنتج ومعاه طبعا هذا اللي هو المنتج وقية، يعطي للناس رايحة غريبة تشتل بهم يمين يسار، وش هو هذا؟ وش الرايح هذه؟ هذا مسقى متعوب عليه حقيقة.